ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمة. وصلنا للفقرة الطبية. مشهور دايما ان من الاسباب الرئيسية للسمنة هي ان الشخص يكون بياكل كتير، لكن الحقيقة ان في ناس ما بتاكلش كتير، واحيانا كمان بتقلل من كميات اكلها علشان تخس، بس بتتفاجئ انها بتزيد في الوزن. طب ده سببه ايه؟ بعض الدراسات الطبية أثبتت أن الإصابة بخمول الغدة الدرقية ليها علاقة قوية بالزيادة في الوزن، لكن إيه العلاقة بين خمول الغدة الدرقية والسمنة بالظبط؟ وإزاي الشخص يعرف أنه مصاب بخمول الغدة الدرقية؟ ولو فعلاً الشخص ده مصاب بيها، إزاي يخس بشكل صحي؟ كل ده وأكتر هنعرفه النهاردة في فقرتنا مع ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني، دكتور ريهام الحياوي، استشاري التغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتور. مساء الفل. منورانا كالعادة. منورة بحضرتك دايما حبيبة قلبي، تسلميني. طبعا الغدة الدرقية احنا كنا بنتناقش قبل ما ندخل الحلقة، قبل ما أنا أبدأ كالعادة كالعادة نقعد نتناقش. فطبعا الغدة دي موضوع مهم قوي يا دكتور، وبجد في أصدقاء كتير منتظرين الحلقة دي عشان حضرتك تفسر لنا إيه العلاقة بينها، ولو هي عندهم مشاكل فيها إزاي يخسوا بشكل صحيح. ده مهم بالنسبه لهم قوي، يطلعوا بنتيجه في الحلقه دي ان شاء الله. انا اللي عايزه نطلع بيه كنتيجه من الحلقه دي بقى حاجه تانية مهمه جدا مش ناس كتير عارفاها، وحابه ان انا اوضحها النهارده. اتفضلي. هفاجئ حضرتك واقول لك ان 3/4 دكاتره التغذيه او اي دكاتره لما حد بيروح يشتكي ان انا حرقي ما بقاش احسن حاجه، انا ملتزم في الدايت، في وجهه نظره هو الشخصيه برضه عايزين نحط كذا خط تحت اللي انا شايفه ان انا ملتزمه. أيوة. وما بخسش، وهو باعتقاد الرؤيه الصحيحه مش كده خالص. ده جزء يعني. أوكي. ده جزء من المشاكل اللي بنقابلها او بنشوفها في عياداتنا لما جينا حاله. طب الجزء الثاني او المشكله الثانيه هي ايه بقى؟ نعمل التحليل نلاقي المريض ما عندوش مشكله في هرمونات الغده الدرقيه، فانت سليم، ما عندكش مشكله. بننسى نقطه مهمه جدا، ان يعني معلومه مش ناس كتير عارفينها، ان انت تلاقي اصلا مشكله في افراز الغده الدرقيه دي نسبتها مش كبيره خالص، مش زي ما الناس متخيله. المشاكل بتكون بقى في ايه؟ انا الغده شغاله عندي وبتطلع الهرمونات كويس، وبالمناسبه عايزه اقول ان الغده الدرقيه هي المايسترو، هي ام الغدد في جسمنا حرفيا. حقيقي. فهي المايسترو المتحكم في نشاطك وكسلك ومعدل حرقك، سواء انا الهرمون عندي قليل او زايد، فهي فعلا مايسترو الجسم. طيب انا دلوقتي بقول كدكتور ريهام، يا جماعه هتلاقوا ناس كتير منكم بيعملوا التحاليل، دكتور التغذيه بيطلبها منه وبيؤكد ان انت عندك مشكله عشان حرقك مش طبيعي، بنلاقي الهرمون كويس. ده معناه ان انت سليم؟ ان انت كويس؟ لا مش سليم. ليه بقى؟ لان الغده بتفرز كويس، لكن عندنا ثلاث عناصر تانيين مثلث ليه دخل كبير جدا ان الهرمون اللي اتفرز بكم كويس ما يشتغلش في الجسم كويس. فالنتيجه في الاخر الفشل بتاع الحرق. اللي هم ايه بقى؟ الكبد اللي هو بينشط الهرمون لما يفرز. فانا لو كبد عندي دهني، ومعظم الناس عايز اقول لحضرتك حتى الرفيعين عندهم الكبد الدهني وعندهم مشاكل كتير في الكبد، فبالتالي لازم اطمن على صحه الكبد بتاعي كويس. الغده القذريه اللي هي فوق الكلى نفس الكلام. والحاجه بقى المهمه قوي قوي اللي مش ناس كتير عارفينها، الاستروجين. هرمون الاستروجين، الناس كتير طالع موضه ناكل التوفو، نجيب لبن الصويا، اصل ده مفيد، كسواء رجال او سيدات خدوا. أيوة. منتجات الصويا يا جماعه، الاستروجين بيزيد بطبيعه الحال عند السيدات قبل الدوره الشهريه، دي زياده طبيعيه مش هتضرنا في شيء، لكن زياده هرمون الاستروجين عن الطبيعي سواء عند الرجال او السيدات نتيجه تناول حاجات فيها الصويا عاليه دي للاسف بتاخد اكنها بتروح عند مستقبلات اللي بيشتغل عندها هرمون الثايرويد، بتروح عندها تاخد مكانها، ده الاستروجين بيعمل كده. فبالتالي انا الغده عندي كويسه وبتتفرز بصوره كويسه، لكن في النهايه ما بيشتغلش الهرمون اللي هو افرز بالصوره الكافيه. طب يا دكتور احنا كده عرفنا ان في طرق مختلفه مش مجرد التحليل بتاع الثايرويد. انا لما اعمل تحليل ثايرويد والاقيه سليم والاقي نفس مشكله الحرق عندي موجوده، لازم ابتدي افكر في الاتجاهات اللي انا اتكلمت فيها، اعمل التحاليل دي. طيب عملنا ده ولقينا نفسنا عندنا مشكله صحيه في الحرق، هنبتدي نصلح المشكله دي. طب ما عندناش مشكله واحنا سليم الحمد لله. سواء ده او ده، احنا عايزين ناخد خطوات بقى ايجابيه تجاه اللي احنا نسرع الحرق بتاعنا، نحرق دهون بصوره اعلى، ونعمل مشكله اللي هي عند 3/4 الناس دلوقتي، الشبع. الشبع بقت المشكله اللي بتواجه كل الناس، سواء انا عندي مشكله في الغده او ما عنديش، انا عايز اقلل كم اكلي. كويس. طب هنوصل لده ازاي يا شيف؟ هنعمل ده ازاي؟ بان انت تاخدي منتج طبيعي، وده اللي هتكلم عنه النهارده، بيستا. هو قوه ثلاثيه من الالياف المالئه، انت بتصنعي بالون طبيعيه في جسمك من الالياف، زي ما بنروح نعمل عمليات بالاف الجنيهات وفيها ريسك جراحي، لا بتصغري معدتك، انا هصغرها بان انا املاها. كويس. بالياف.
طب ايه نوع الالياف دي؟ الشوفان، رده القمح، وكشور السليم. الالياف دي هتملى بطنك، فبالتالي عندك مشكله في الغده ما عندكيش، ماشي على العلاج مش ماشي على العلاج، انا قللت الكم اللي داخل جسمك ومش حاسه ان انت متضايقه ومتضرره من دايت ودكتور كاتب لي اكل قليل، لا انت مفتوح لك كل انواع الاكل. طبعا نحاول نختار الاختيارات الصحيه، ده هيكون افضل كتير طبعا. لكن انا خليتك الاكل موجود قدامك وانت مش قادره تاكلي كويس، فدي نقطه اساسيه. مهم بقى يا دكتور نوضح كمان انه في بيستا السعرات اقل من ان احنا ممكن ناخده كمتناول خارجي. لا ده ما فيش كمان بقى سعرات، ده ما فيش سعرات. انا هتكلم ان الساشت او الكيس اللي احنا بننصح ان احنا بناخده 3 مرات في اليوم قبل الوجبات الرئيسيه، ولو انا شخص باكل وجبتين في اليوم وشاطر قوي وعامل صيام متقطع عشان لقيت عندي الكبد دهني عندي دهون عاليه فانا عايزه اخلي جسمي محرق الدهون، اعمل صيام متقطع كل وجبتين. الصيام المتقطع هو 16 ساعه من ضمنهم 8 ساعات النوم بالظبط كده. اختار اي 16 ساعه مناسبين، كل واحد على حسب اسلوب حياتك بالليل بالظبط. شوف اسلوب حياتك امتى قادره تيجي على نفسك وتصومي. مسموح لك تشربي سوائل عادي جدا صفر سعرات حراريه من غير سكر ولا لبن بالظبط كده. فانت هتاخدي كوبايه الميه عليها كيس بيستا هنفضيه فيه ده صفر سعرات وطعمه ظريف جدا، تفاح اخضر. طب انا خدته مليت بطني مره واثنين ثلاثه في اليوم، عدد وجباتي قل وقدرتي على الاكل قلت، يبقى انا كده عملت خطوه كبيره. طب ايه كمان مش مجرد مليت بطني، انا عندي قوه ثلاثيه تانية ودي رائعه جدا جدا. وهي ميكس بين الكروميوم باعلى تركيز موجود وهو 500 ملي جرام، فيتامين سي والالكارنيتين. طب دول هيعملوا ايه؟ الكروميوم بقى شايف بيعمل حاجه رائعه سحر. احنا بنقول معظم الناس دلوقتي اكيد بتسمعي هي بقت موضه بس للاسف دي حقيقه، مقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين بتعمل البطن السفليه عند السيدات وبتعمل الكرش عند الرجال بالظبط كده بالظبط كده. سن صغير وناس بتبقى مشيت على دايت فترات طويله في حياتها دلوقتي بتعمل نفس انظمه الدايت، الورقه اللي كانت شايلاها في الدرج، انت عارفه الموضوع ده كلنا. أيوة. صاحبتي نزلت ورقه، انا كنت بعمل دايت مع دكتور من سنتين ثلاثه، طب ما اطلعها كده وابدا ايه اشوف. تيجي تعمل الدايت تلاقي نفسها ما بتخسش. طب ليه؟ لان جسمنا مع الوقت بقى عندنا مقاومه الانسولين دي موجوده نتيجه اخطاء كتير بنعملها في حياتنا. طب حلتيها ازاي بقى؟ انا هنا الكروميوم حلها ازاي؟ حفز افراز الانسولين. يعني هو اوريدي مش بس مالينا بطننا، لا ده احنا حفزنا افراز الانسولين ودي يعني حاجه مفيده جدا جدا. طب ايه الحاجه الثانيه؟ انت كلتي نص اكلك، يعني انا دلوقتي باكل طبق كبير على العاده بتاعتي، خدت بيستا قبل الوجبه كلت نص الكم، كلت باكل مثلا نص طبق رز بقيت باكل ربع طبق رز كويس. بيستا الكروميوم خلى امتصاص جسمك للرز اللي هو ربع الكميه اصلا اقل، فانت امتصيتي اقل من اللي انت كلتيه، وفي نفس الوقت زي ما قلنا حفزنا افراز الانسولين، فاحنا عملنا يعني انجاز تجاه النشويات. طب نيجي للجزء الثاني، فيتامين سي بقى مش بيتجه النشويات، بيتجه للدهون اللي في جسمك. كلنا مهما كنا رفيعين عندنا دهون مخزنه في جسمنا أكيد. وشويه اللي هي عنيده بتعاند بالظبط كده، سواء ارداف بطن كل واحد على حسب صحيح. طب احنا هنا بيستا او الفيتامين سي زي ما الناس دايما معتقده انه مناعه بس، فيتامين سي مناعه مناعه مناعه، لا ده دوره هنا في بيستا رائع سحر. بيخلخل الدهون من داخل الخليه الدهنيه ويطلعها بره بسهوله جدا جدا ويحولها كمصدر وقود وطاقه لجسمك. فالنتيجه اللي بنشوفها بقى في العياده دايما ودي بتفرحني فوق ما انت متخيله، لان بتخلي المريض عنده طاقه وحماس وعايز يكمل على بيستا او الكورس الكامل بقى اللي هنتكلم عنه برده اللي هو قلب مالتي فيتو بيستا. بيتحمس ليه؟ بيلاقي نفسه خس شكله حلو، خس من 8 ل 12 كيلو شهريا تقريبا متوسط ممتاز. فده رقم رائع جدا طبعا. يا دكتور عندي طاقه، مفيش تعب الدايت اللي انا اتعودت عليه. طيب احنا معانا تليفون يا دكتور أوكي. ناخد استاذه منى، اهلا وسهلا. الو مساء الخير. مساء الخير حبيبتي، اتفضلي اهلا بيكي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور معاكي. اتفضلي اهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ قولي لي بقى ايه مشكلتنا؟ هو انا يا دكتور بسبب الحمل والولاده طبعا أوكي. عندي منطقه البطن عاليه جدا أوكي. هي والجنين اوكي، فكنت عايزه اعرف هو بيستا هينفعني، وكمان عايزه اعرف هو وانا كملت الكورسات بتاعت بيستا او الكورس في تثبيت بعد كده عشان ما ارجعش تاني. حلو قوي. طب ممكن هرد عليكي بالتفصيل؟ طب بس اسال سؤالين بعد اذنك. انت زايده يعني سواء انا من كلامك فهمت ان انت حملتي اكتر من مره، فالتوتال الزياده النهائيه بعد الحمل كله زايده عن وزنك الطبيعي كام كيلو؟ لا بزيد كتير، يعني بزيد 15 كيلو. يعني انت حاليا زايده عن وزنك العادي قبل الحمل كله 15 كيلو ولا ازيد؟ لا ازيد، انا في كل حمل بزيد بال 15 كيلو اوكي. طب المجموع بقى يعني اديني المجموع النهائي، يعني انت وزنك حاليا كام وطولك يعني كام؟ حاليا 90. 90 وطولك؟ وطولي 158. 158 اوكي، احنا بنتكلم تقريبا في 30 كيلو زياده في الوزن، ده حملين ولا كانوا اكتر؟
حاملين. حاملين، اوكي. وعندك طبعا منطقه البطن السفليه مترهله وحجمها كبير شويه. جدا جدا يا دكتور، والجنيب. طب سؤال بعد اذنك، بعد الحمل، وانا عارفه ان الاجابه يعني متوقعاها للاسف، خدتي اي فيتامينز بعد الحمل؟ ان احنا بناخد في الحمل عادي، ده الطبيعي، لكن بعد الحمل خدتي اي حاجه من الفيتامينز؟ بصراحة لا، يعني دايما دكاترة بيقولوا لي وانا بكسل وما باخدش. ما هي دي اجابة متوقعة، فانا مش هلومك، يعني كل الاهتمام بيبقى قبل الحمل عشان البيبي. بالظبط كده. طب انا هرد على سؤالك بالتفصيل، احنا ما بنرضعش دلوقتي صح؟ لا لا ما برضعش. اوكي، انا هرد على دلوقتي بالتفصيل. دلوقتي احنا بنتكلم عن بيستا. ميرسي لك يا منى. ميرسي يا منى. دلوقتي عندها 30 كيلو زياده، زي ما لسه بقول احنا بيستا بنخس في الشهر من 8 ل 12 كيلو. بس هي عندها فرصه كويسه انها تخس يا دكتور. بالظبط، جدا جدا، ان هي واضح كمان هي مش كبيره، احنا نسينا نسال عندها كام سنه، بس واضح ان هي مش كبيره يعني. ففرصتها اولا في الخسيه كويسه جدا. النقطه الثانيه اللي انا هقولها لها بقى، احنا مش بس هنمشي على بيستا عشان نحد الشراهه اللي بتحصل والوزن الزايد، احنا هي الدهون اللي عندها الدهون اللي هي في منطقه البطن السفليه نتيجه مقاومه الانسولين. فانا كنت لسه حالا قبل ما ناخد الاتصال بقول ان احنا بيشتغل على الدهون دي وبيخلخلها كمصدر طاقه، وبيشتغل على منطقه البطن السفليه اللي هي بتعاند مقاومه الانسولين. طب هنعمل ايه كمان بقى؟ وده ضروري جدا. هي سالتني سؤال مهم جدا. يا دكتور انا بعد بخس على بيستا وده على ضمانتي في 3 شهور تقريبا هنخس الوزن اللي هي عايزاه وممكن ازيد. كويس. لازم 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 يا منى تثبتي انت او اي حد ماشي على بيستا او عامل دايت، يا جماعه التثبيت اهم من الدايت نفسه. انا لو ما ثبتتش 6 شهور على الاقل افضل ثابته على ميزان معين، صدقيني هنفضل نخش في اليويو دايت اللي هو انا بخس 20 كيلو وادخن 20 كيلو وكل مره ادخن اكتر من 20 كيلو، ونفضل نلف على الدكاتره المختلفين. هو اليويو دايت ده معروف ان انت بتنزلي وتطلعي. بالظبط كده. فاحنا عايزين بقى نتجنب القصه دي، ونتجنب المصاريف، ونتجنب العبء النفسي اللي احنا بندخل نفسنا فيه، لانه فعلا عبء نفسي كبير جدا. فبعد اذنكم اللي ياخد خطوه تجاه صحته ياخد بيستا ككورس بنتكلم عنه النهارده، مش مجرد انه يوصل للوزن يبطل، لا لا بيستا يستكمل. ماشي على دايت، شوفي انت ماشي على ايه، عملتي ايه. دي نصيحه عامه دلوقتي انا بقولها لاي حد. يا جماعه اللي يخس وزنه يعمل اتشيفمنت، نجاح يحققه، حافظ عليه. زي ما بيقول لك الوصول للقمه سهل، الحفاظ عليها صعب. فاحنا طبعا نحاول نحافظ على القمه، لان فعلا فقدان الوزن لصحتنا ونفسيتنا ده بيبقى قمه فعلا. فانت يا منى هتعملي كالتالي، هتمشي على كورس 3 شهور تقريبا، هتخسي ازيد من 30 كيلو بطريقه امنه. هيجي لك مع الكورس قلب مالتي فيت فيتامين، فيه كل العناصر اللي انت لا تتخيليها من الزنك والبي كومبلكس، وده المنتج الوحيد اللي فيه مجموعه بي كلها تقريبا. وفيه الزنك، فيه كل الفيتامينز بتاعت الجمال، وفيتامين دي، والكالسيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم. فاحنا بالتالي انت بتخسي يا منى، طبعا انت خارجه من حمل ولاده والحاجات دي كلها، بنفقد فيها شعر وبشرتنا. لان ليه بقى؟ مش عشان ده بيتعبنا، علشان احنا بناخد كل احتياجاتنا في الحمل عشان نبقى مهتمين للبيبي. ومجرد ما بنولد بنهمل ده تماما، فيبتدي يحصل تساقط الشعر وكل ده. فانت هتخسي بطريقه صحيه، هيوصل لجسمك كل الفيتامينز بقلب مالتي فيت، حرقك هيكون احسن، وهتحافظي على الوزن من ان احنا نستمر على الكورس. وبالمناسبه سعره اقتصادي جدا، فتقدري تكملي عليه 6 شهور، ده يستحق عشان تحافظي على النتيجه اللي هتوصلي لها باذن الله. نشكرك يا دكتور. خلينا نشوف بقى مع حضرتك دلوقتي حاله ايه. هي كان ليها تجربه مع بيستا، هنشوفها مع حضراتكم ونرجع نستكمل مع دكتور ريهام. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي ايه عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسة ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة، 3 وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوباية، لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ. يعني ما كانش عندي أي حرمان من الأكل، كنت باكل عادي كل حاجة، بس هو أصلا كان بيسد الشهية، كنت باكل أي حاجة بس قليل، يعني وجبات قليلة. مبسوطة جدا، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة إن أنا أمشي براحتي، بقيت ألبس اللبس اللي أنا عايزاه. بنصح أي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي إن هو يستخدم بيستا.
شفنا مع حضراتكم التقرير الخاص بحالة آية، وهنستكمل مع دكتور ريهام. قولينا بقى دكتور، احنا عايزين فعلا نستكمل، وهي الكلام هايل جدا لحد ما وصلنا، نستكمل بقى مع المالتي فيتامين، قولينا فايدته ايه واحنا بناخد البيستا. اوكي، انا ليه احنا عملنا فكرة الكورس كامل؟ ليه مش مجرد انا مليت بطنك وقللت اكلك وخلاص؟ لان يا جماعة الفيتامينز والمعادن مش رفاهية. للأسف انا بيجي لي ناس يقول لي يا دكتور انا جوزي بياخد فيتامينز ومدلع نفسه. والله ده مش مدلع نفسه بجد، انا بسمعها بجد من الستات، بشوف ان هي يعني مجني عليها، انا بتعمل نفس الاوردر وتجيب نفس فدايما الست بتشتكي ان جوزها مدلع نفسه بياخد فيتامينات وهي يا عيني مظلومه. ده مش دلع، ده مش رفاهيه. الفيتامين احنا من كتر ما احنا فاهمين قد ايه هو مهم، مهم لايه بقى؟ لو انا عندي نقص فيتامين دي مثلا، ده بيأثر على الحرق بصوره حضرتك لا تتخيليها. يعني ممكن تكوني انت ماشيه على دايت كويس جدا، ماشيه على منتج كويس جدا، بتعملي رياضه، بس فيتامين دي ناقص عندك لدرجه بنسميها مش ناقص، مش هو مش كافي، لا هو مش موجود، وده عند ناس كتير جدا. وبيأثر على فكره يا دكتور على امتصاص بقى الفيتامين سي والحديد وكل حاجه. في عندك حاله من الاعياء والتعب وتكسير العظم، وبنت تبقى شابه صغيره لسه في جامعه حسب الاجهاد. اي مامتها تيجي تقول لي يا دكتور دي بنوته لسه صغيره في الجامعه، ما اعرفش، بتشتكي من اوجاع عظمها. فانت بتشتكي من ادائك اليومي، مش مجرد ان انا شعري بقى بيتساقط وضوافري وبيطلع لي بقع في ايدي. لا، عايزين نتكلم تاني على حاجه مهمه قوي برده، مضادات الالتهابات. يعني ايه يا جماعه؟ الفيتامينز اللي موجوده في قلب مالتي فيت من بي كومبلكس والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والادك، كل انواع الفيتامينات اللي هي بتدوب في الدهون او لا، كل ده موجود في قلب مالتي فيت اللي بيكمل الكورس عشان نوصل للنتيجه الرائعه اللي انا بقول لاي حد انت عايز توصل وتبقى دايما يعني لاحسن شكل. وده شيء مهم جدا في حياتنا، وصحتك كويسه، ادائنا كويس في كل شيء. فانا دلوقتي لما بقول لاي حد انت عندك مجموعه الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون والغير ذائبه في الدهون موجوده في قلب مالتي فيت، انا بستفيد ايه؟ انا بستفيد مش بس ان شكلي العام احسن وصحتي احسن وطاقتي كمان احسن، انا حرقي افضل وبفضل عامل مينتنس او محافظ على معدل الحرق بتاعي. يعني دلوقتي كان المتصله اللي فاتت كانت منى بتقول يا دكتور ثبات الوزن، عايزه زي ما قلت لحضرتك اليويو دايت ده كارثه بتقابل ناس كتير، عايزه تحافظي على ثبات الوزن، انت هتمشي على بيستا 6 شهور، كمل على قلب مالتي فيت فوريفر طول حياتك. المالتي فيتامين مفيش منه ضرر، ونقدر نشتري القلب مالتي فيت لوحده من الصيدليه، وممكن بيستا، يعني مش لازم ناخده على حسب انا لو عندي حد مش عايز، بس هي طبعا الشركه ميرسي ليها انها عامله الكورس مع بعض للي حابب بسعر اقتصادي علشان توفر الحل كامل متكامل، ما نبقاش عندنا فكره طب انا هجيب ده دلوقتي واجل ده بعدين. لا، انا اديتك الحل كامل بسعر اقتصادي علشان خاطر توصلي النتيجه وانت صحيا كويسه. طب احنا معانا سلمى على التليفون يا دكتور. أوكي. ناخد سلمى. اهلا يا سلمى. اهلا بحضرتك، اتفضلي حبيبتي. إيه؟ الحمد لله حبيبه قلبي، اتفضلي الدكتور معاكي لو ليكي اي سؤال. ازيك يا سلمى؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا كنت حابه احكي قصتي الصراحه وتجربتي الجميله مع بيستا. اتفضلي. انا اصلا ما كنتش عايزه اجرب اي حاجه خالص ان هي تساعدني ان انا اخس، عشان كنت بسمع طبعا ان الناس بيحصل لهم اعراض جانبيه كتير ممكن يلعب في الضغط او السكر، فكنت قلقانه بصراحه. بس بعد ما سمعت الدكتور بصراحه اطمنت ورحت كلمت الشركه، وبصراحة يعني قلت مش مشكلة عادي، يعني هعرف بس السعر مش شرط ان انا هشتري يعني. بس بصراحة لما كلمت الشركة لقيت ان هم شركة محترمة جدا، ناس بروفيشنال جدا، يعني مش مثلا اللي هم بيبيعوا خلاص. لا، سألوني عن وزني وعن طولي وعن الهيستوري بتاعتي، وبعدين بعد ما خدت الكورس كانوا بيتابعوا معايا كل اسبوع، كان في دكاترة بتتابع معايا كل اسبوع علشان تتأكد ان انا بنزل وبتتأكد ان انا مبسوطة من المنتج. وبصراحة أنا في الشهر ده نزلت 8 كيلو، أنا كان وزني 80 ووصلت ل 72 والحمد لله، ما عمليش أي عرض الحمد لله. وكمان عشان باخد قلب مالتي فيت، فكمان حاسة إن هو مديني طاقة، مش حاسة مثلا بخمول أو إن نقص الوزن مأثر عليا. كويس. فبصراحة يعني إن شاء الله أنا ناوية أكمل عشان عايزة أنزل أكتر من كده، أنا لسه 72 وأنا وزني 160، فمحتاجة أنزل شوية كمان على حسب ما الدكتور قالت لي. فبس حبيت ان انا يعني احكي تجربتي بحيث ان اي حد مثلا عنده مخاوف زي ما كانت عندي نفس المخاوف، ان هم ما يلاقوش ويجربوه. نتيجته كويسه جدا بصراحه. نشكرك حبيبتي على مداخلتك. حلوه قوي يا سلمى، ميرسي جدا. وانا يعني بس عايزه اسالها سؤال لو هي لسه معانا ممكن. طب سلمى انت معانا؟ مع حضرتك. اتفضلي. هل يا سلمى وانت ماشيه على الكورس بيستا كنت حاسه ان انت محرومه مضطره تمشي على نظام فيه قيود كتير، ولا هو كان فعلا مشبعك فبتاكلي براحتك بس بكميات قليله؟ دي حقيقه، انا اصلا بحب الاكل جدا، فانا كنت قلقانه من الموضوع ده. أوكي. بس بصراحه لا، انا ما كنتش حاسه بحرمان خالص، هو لوحده اللي كان بيخليني باكل اقل بكتير من الاول. حلو. كميات اكلي قلت، انا طول الوقت كنت بحس ان انا جعانه، ما بقتش احس كده خالص، بالعكس.
بحس طول الوقت ان انا باكل كميه قليله وخلاص انا كده مش عايزه، فمش محرومه ودي اهم حاجه. اه بالظبط الحمد لله. ميرسي ميرسي. شكرا ليكي يا سلمى حبيبتي. طب قولي لنا يا دكتور بقى، عايزه يعني جمله اخيره عن الكورس وعن اللي عايز يعني يستكمل، سواء اللي بدا فيه وعايز يستكمل او لسه عايز يجرب، نديله بقى نصيحه في اخر دقيقه معايا. نصيحه سريعه جدا. يعني بلاش نيجي على نفسنا قوي في حته الشهيه، يعني الشهيه دلوقتي للاسف بقت الضغوطات عند معظم الناس. خلينا يعني واقعيين، انا بقيت احب ابقى واقعيه جدا مع العيانين. لا واحنا كمان خلينا واقعيين، احنا بنسهر كتير، احنا في الصيف لسه بالزبط. وناس لسه بتصيف واحنا لسه بنسهر وبناكل بالليل. بالظبط كده. وحتى عايز اقول حاجه، في ناس ممكن متبقاش بتاكل اكل يحسب كاكل، بس المسليات والمقرمشات واللب والسوداني. يا دكتوره اللب السوري ده ما فيهوش حاجه، ده انا باكل كيس انا وجوزي. البطيخه ما فيهاش حاجه، دي ثمره فاكهه. انت عارفه طبعا المعتقدات الكتير الخاطئه الجميله دي، الدكتور يكتب لك موزه ياكلوا موزه لحمه. فيعني احنا بس عايزين نقول ان بيستا يعني حل سريع وامن جدا جدا، متوفر في الصيدليات او من خلال الارقام، نقدر ناخده بطريقه امنه. مش بس هيساعدنا ان احنا نقلل كميات اكلنا، صحيا هنكون افضل كتير باذن الله. بشكرك دكتور ريهام بجد. اسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني، دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه. شكرا لحضرتك. أنا بشكرك ودايما معانا متالقه يا دكتور، وميرسي على اهتمامك بموضوعاتنا. بشكر حضراتكم يعني كل مشاهدينا الكرام اللي بيشوفونا من خلال شاشه قناه الاهلي في برنامج مهارات عظيمه. تحيه لحضراتكم بجد، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده. على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.